الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس 17 من دروس شرح كتاب القول المبين في فضل العشرة المبشرين وتاريخ الخلفاء الراشدين. تكلمنا عن الخليفة الأول، هو الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. كذلك تكلمنا عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني اثنين في هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، وهو ثاني الخلفاء الراشدين. ثالثهم عثمان ذو النورين رضي الله عنه، تكلمنا عنه أيضا ولله الحمد والمنة. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ الكلام عن رابع الخلفاء الراشدين وعن رابع العشرة المبشرين بالجنة، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المبحث الأول معنا التعريف به رضي الله عنه، هو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، أي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان لعلي رضي الله عنه من الإخوة طالب، ولا نعلم أنه أسلم، ويبدو أنه لم يسلم والله أعلم، وعقيل رضي الله عنه وأسلم متأخرا وحسن إسلامه، وقيل مات في خلافة معاوية، وقيل في خلافة يزيد فالله أعلم. ثالث إخوة علي رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب الشهيد كبير الشأن علم المجاهدين، وهو من السابقين الأولين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة واستشهد في غزوة مؤتة أو في سرية مؤتة، كما تكلمنا عن ذلك في كتاب الوافي بشرح خلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبوية. فكان جعفر رضي الله عنه أحد الأمراء الثلاثة الذين استشهدوا في هذه السرية المباركة والله أعلم. ولعلي رضي الله عنه أختان، أم هانئ وتكلمنا عنها بشيء من التفصيل في كتاب صحابيات في مدرسة النبوة، وجمانة قيل أسلمت أيضا رضي الله عنها. وكل إخوة علي من فاطمة بنت أسد أي أمه، وهي أيضا قد أسلمت وهاجرت رضي الله عنها. علي رضي الله عنه كنيته أبو الحسن، شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبوك، كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلفه على أهل المدينة والنساء والصبيان. علي رضي الله عنه اضطر يوما أن يدافع عن نفسه في الفتن التي كانت في خلافته، فقال لغلامه اكتب، أي للناس، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي مصوت لحمها بدمي ولحمي، وصبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. والله لا أحد له سهم كسهم علي رضي الله عنه. سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، رضي الله عن علي. المبحث الثاني معنا ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم أجمعين. الأولى بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين، تكلمنا عنها أيضا بشيء من التفصيل في كتاب صحابيات في مدرسة النبوة فليرجع إليه. أولا زواجه من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج علي بن أبي طالب من فاطمة رضي الله عنها في ذي القعدة، وقيل قبيل ذلك، من سنة 2 بعد وقعة بدر والله أعلم. وخلفت من الأولاد الحسن والحسين ومحسنا ومات صغيرا، وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى، وهي التي تزوجها عمر رضي الله عنه كما مر معنا، كلهم ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تلد فاطمة بعد وفاته أحدا، وتوفي محسن وهو صغير. لم يتزوج علي رضي الله عنه على فاطمة حتى توفيت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فلما ماتت تزوج بعدها بزوجات كثيرة، منهن من توفيت في حياته، ومنهن من طلقها، ومنهن من توفي عنها وتوفي عن أربع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول علي رضي الله عنه لما ولد الحسن سماه حمزة، أي باسم عمه حمزة، قال فلما ولد الحسين سماه بعمه جعفر، قال فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي إني أمرت أن أغير اسم هذين، فقلت الله ورسوله أعلم، فسماهما حسنا وحسينا. إذن من الذي سمى الحسن؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل، كذلك هو الذي سمى الحسين بأمر من الله عز وجل. فسبحان الله على هذه المنزلة العظيمة لعلي ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما زينب بنت علي تزوجها عبد الله ابن جعفر
فتوفيت عنده وولدت له عونا وعليا وعباسا ومحمدا وأم كلثوم والله أعلم. أما أم كلثوم فتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما مر معنا في الكلام عن عمر، فولدت له زيد بن عمر، وقيل ولدت له رقية بنت عمر أيضا. ثم تزوجها بعد استشهاد عمر عون بن جعفر فمات عنها، ثم تزوجها أخوه محمد بن جعفر فمات عنها أيضا، ثم تزوج بها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده. الكل كان يتسابق في الزواج منها رضي الله عنها، هي بنت من؟ بنت علي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. ثانيا، تاريخ وقصة زواج علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها. علي رضي الله عنه تزوج بها كما كنا بعد غزوة بدر في السنة الثانية من بعد الهجرة. عن بريدة قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الاثنان فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة، فخطبها علي بعد ذلك، فزوجها النبي لعلي رضي الله عنهم أجمعين. عن علي يحكي قصة ذلك، يقول: أنه أصاب شارفا، أي ناقة كبيرة مسنة، مع النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم يوم بدر. قال: وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، أي كهدية من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، أي يأتي بالإذخر، هذا النبات، فيضع هذا الإذخر على هاتين الناقتين ويبيع منه في الأسواق. قال: ومعي صائغ من بني قينقاع، أي رجل يريد أن يشتري هذا الإذخر. قال: فاستعين به، أي بهذا المال، على وليمة فاطمة. قال: وحمزة رضي الله عنه يشرب في ذلك البيت معه قينة، أي امرأة تغني لحمزة، وكان يشرب الخمر قبل أن تحرم الخمر، وتكلمنا عن قصة تحريم الخمر في كتاب الوافي بشرح الخلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبوية. حرمت الخمر بعد غزوة أحد بعد استشهاد حمزة، لذلك يقول علي رضي الله عنه: وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، أي امرأة تغني له تقول: ألا يا حمز للشرف النواء، أي للشرف السمينة. وقالت شعرا في هذا الشعر كما قال الحافظ ابن حجر، هو لعبد الله ابن السائب ابن أبي السائب المخزومي، فتقول له: وهن معقلات بالفناء، أي هذه الجمال، ضع السكين في اللبات منها، ودرجهن حمزة بالدماء، أي أثارت حفيظة حمزة رضي الله عنه، وهو كان شرب الخمر، فأثار إليهما حمزة رضي الله عنه، فجب أسنمتهما، أي لكلا الناقتين، وبكر خواصرهما، ثم أخذ من أكباد هاتين الناقتين. قال علي: فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج معه زيد. قال: فانطلقت معه، فدخل على حمزة، فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره، وكان قد شرب الخمر وسكر، وقال للنبي: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فعلم النبي أن حمزة قد سكر، وقلنا أن الخمر لم يكن قد حرم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل تحريم الخمر. يقول علي أيضا: خطبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يريد أن يخطبها، قلنا أن خطبها أبو بكر وخطبها عمر، وأكيد خطبها الكثير من الصحابة، الكل يتسابق إلى هذا الشرف العظيم. قال: فقالت لي مولاة لي، أي تقول لعلي: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: لا. قالت: فقد خطبت، فما يمنعك أن تأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيزوجك؟ فقلت: وعندي شيء أتزوج به. فقالت الجارية له: إنك إن جئت النبي صلى الله عليه وسلم زوجك، أنت ابن عمه. قال علي: فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم جلالة وهيبة، فلما قعدت بين يديه أفحمت، فوالله ما استطعت أن أتكلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حكيما خبيرا عليما علمه ربه سبحانه وتعالى، فهم أن عليا يريد شيئا ويستحي منه، فقال: ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ قال: فسكت. فقال: ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ فسكت. فقال: لعلك جئت تخطب فاطمة. الله، النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت أمي يا رسول الله، فهم ابن عمه وفهم ما جاء به، لماذا يستحي؟ إذن يريد أن يتزوج فاطمة. قال: لعلك جئت تخطب فاطمة. فقلت: نعم. فقال: هل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت: لا، لأن كلا الناقتين كما مر معنا قتلهما حمزة. قال: فقلت: لا والله يا رسول الله. قال: فما فعلت درع سلحتكها، أي أعطيتك هذه الدرع؟
قال علي: فوالذي نفس علي بيد إنها لحطمية ما ثمنها 4 دراهم، أي ما تساوي 4 دراهم. فقلت: عندي يا رسول الله. فقال: قد زوجتكها، أي بهذه الدرع، فابعث إليها بها فاستحلها بها. قال علي: فإن كانت لصداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أحلمك وما أكرمك صلى الله عليه وسلم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا وأهلا. قال: فرجعت إلى الأنصار فقالوا لي: ما وراءك؟ قال: قلت: ما أدري غير أنه قال لي مرحبا وأهلا. قالوا: يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما، فقد أعطاك الأهل وأعطاك الرحبة. قال: فلما كان بعد ذلك، بعدما زوجه، قال له: يا علي، إنه لابد للعرس من وليمة. فقال: أكرم الأنصار وسيدهم سيد الخزرج سعد بن عبادة. قال: عندي كبش. قال: وجمع له رهط من الأنصار آصع من ذرة، أي عددا منها. قال: فلما كان ليلة البناء، قال النبي لعلي: يا علي، لا تحدث شيئا حتى تلقاني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليهما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم أفرغه على علي فقال: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما. قال: وبارك لهما في نسلهما. الله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولزوجته ولأبنائه رضي الله عنهم أجمعين. ثالثا، فوائد مهمة من هذا الزواج المبارك. صداق بنت النبي صلى الله عليه وسلم كم كان؟ يقول ابن عباس كما مر معنا في الرواية أن عليا قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، ابن بي. قال: أعطها شيئا. قال: قلت: ما عندي من شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ قال علي: عندي. قال: فأعطها إياها. قال علي: إنها لحطمية ما ثمنها 4 دراهم. هذا هو صداق بنت النبي صلى الله عليه وسلم. جهاز بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي: جهز النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها ليف، أي هذا هو جهاز بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كل ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته، ما هو؟ قطيفة وقربة للماء ووسادة أدم، أي من جلد، حشوها ليف، أي حشو هذه الوسادة من الليف. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: ورحيين، أي من الرحى التي تطحن بها الحبوب. قال: وجرتين، والجرة هي الإناء المعروف من الفخار. إذن هذا ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لابنته. هذه القطيفة جاء في رواية قال: ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في قطيفتهما، أي هذه القطيفة التي أعطاها لهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي: إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما. هذا كل ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم يا مسلمون لبناته. هذا مهر فاطمة، وهذا صداق فاطمة، وهذا جهاز فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها. ثلاثة، تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته وزوجها. يقول علي رضي الله عنه أنه قال لفاطمة يوما: والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري، أي علي رضي الله عنه كان يستقي للناس ليأخذ مالا، قال: لقد سنوت حتى قد اشتكيت صدري، مع أنه كان بطلا قويا إلا أنه أصابه التعب والجهد. قال: فقلت لفاطمة: وقد جاء الله أباك بسبي، فاذهبي فاستخدميه، أي اطلب منه عبدا يخدمنا. فقالت فاطمة أيضا: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي، أي أصاب يدها من كثرة التعب البثر الذي يخرج من اليدين عندما تعمل بهما كثيرا في طحن الرحى. تقول: وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي. قال: فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك يا بنية؟ فقالت: جئت لأسلم عليك. واستحيت فاطمة أن تسأله ورجعت. فقال لها علي: ما فعلت؟ قالت: استحييت أن أسأله رضي الله عنها. قال: فأتيناه جميعا، كلاهما علي مع فاطمة، يريد علي أن يشجع فاطمة وفاطمة أن تشجع علي، كلاهما عنده الحياء. فقال علي: يا رسول الله، والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم. كانوا في فقر شديد يحتاجون إلى الطعام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدع أهل الصفة تطوى بطونهم، أي من شدة الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم، أي هذا السبي، وأنفق عليهم أثمانهم.
فرجع علي مع فاطمة، فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل في قطيفتهما كما قلنا، إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما. فلما رأى علي وفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم ثار مسرعين، أي من تحت هذا الغطاء، فقال النبي مكانكما، ثم قال ألا أخبركما بخير مما سألتماني، أي من الخادم؟ قال بلى. قال كلمات علمنهن جبريل، فقال تسبحان في دبر كل صلاة عشرة، وتحمدان عشرة، وتكبران عشرة، أي بعد كل صلاة، وهذا هو الحد الأدنى في التكبير بعد الصلوات والتسبيح والتحميد في ذكر ختام الصلاة. قال وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، أي هذا قبل النوم، فهو خير لكم من خادم. ما معنى فهو خير لكم من خادم؟ قال العلماء إما أن هذا الذكر يعين ويعطي القوة والطاقة على العمل، ولا يجد المسلم المشقة إذا سبح وذكر الله في هذه الأذكار بعد الصلوات وقبل النوم، وإما معنى ذلك أن الآخرة خير وأبقى، أي أن تكسب الحسنات خير لك من أن تخدم في الدنيا، والأول هو الأولى والله أعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصيته كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته جميعا، هكذا عاش صلى الله عليه وسلم، وهذا كان مهر ابنته وهذا جهازها، هكذا كانت تعيش مع زوجها، هكذا كان يعلمها وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صلى الله عليه وسلم. الثانية من زوجات علي رضي الله عنه بعد فاطمة، كنا أنهما تزوج على فاطمة، الثانية أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع ابن عبد العزة، تكلمنا عنها أيضا لله الحمد والمنة في كتاب صحابيات في مدرسة النبوة. أمها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا. تزوجها علي رضي الله عنه في إمرة عمر بعد فاطمة، وبقيت معه إلى أن استشهد رضي الله عنه، فولدت له محمد ابن علي محمد الأوسط، ثم تزوجها بعد استشهاد علي المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، فتوفيت عنده وولدت له يحيى، وقيل لم تلد لا لعلي ولا للمغيرة فالله أعلم. هذه أمامة بنت أبي العاص بن الربيع رضي الله عنها وعن أبيها وأمها، هذه التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويحملها في الصلاة. الثالثة أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها، وتكلمنا عنها أيضا بشيء من التفصيل في كتاب صحابيات في مدرسة النبوة. أسماء بنت عميس من المهاجرات الأوائل، أسلمت قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر بها زوجها جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار إلى الحبشة، فولدت له هناك عبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر وعون بن جعفر، ثم بعد ذلك هاجرت معه إلى المدينة 7 بعد فتح خيبر، كما ذكرنا ذلك في كتاب الوافي بشرح الخلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبوية ولله الحمد والمنة. استشهد جعفر رضي الله عنه في سرية مؤتة، ثم تزوج بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت له محمد ابن أبي بكر في حجة الوداع، ثم توفي الصديق فغسلته، وتزوج بها علي، يقال أيضا أنها ولدت لعلي يحيى وعونا، وعاشت بعد استشهاد علي رضي الله عنها. أمها خولة بنت عوف بن زهير الجرشية، وقيل اسمها هند، ولدت بنات من رجلين، أي هند أو خول هذه، منهن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم الفضل بنت الحارث كانت تحت العباس، وسلمة بنت عميس وكانت تحت حمزة، ثم استشهد حمزة عنها يوم أحد. تزوجها شداد بن الهاد رضي الله عنه، فولدت له عبد الله بن شداد. أسماء بنت عميس أيضا أختهن لأمهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأخوات الصالحات، قال عنهن الأخوات المؤمنات رضي الله عنهن. الرابعة من زوجات علي رضي الله عنه الحنفية، وهي أم محمد ابن الحنفية ابن علي رضي الله عنه، وهي من بني حنيفة، وهي خولة بنت جعفر ابن قيس من بني بكر بن وائل. سباها خالد رضي الله عنه أيام الصديق في حروب الردة من بني حنيفة، فصارت إلى علي رضي الله عنه، فولدت له ابنه محمد الأكبر فهو محمد ابن الحنفية،
ومحمد ابن الحنفية سمي بذلك نسبة إلى أمه الحنفية تمييزا له عن أبناء علي رضي الله عنه من فاطمة. محمد ابن الحنفية من الشيعة من يدعي فيه الإمامة والعصمة قبحهم الله، وقد كان من سادات المسلمين، ولكنه ليس بمعصوم ولا أبوه معصوم رضي الله عنهم أجمعين. ومحمد ابن الحنفية ليس أفضل من أبيه لا شك كما عند بعض الشيعة يعتقدون ذلك، وليس هو وأبوه علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. الخامسة أم البنين بنت حزام الكلابية، ولدت له العباس وجعفرا وعبد الله وعثمان، وقد قتل هؤلاء مع أخيهم الحسين رضي الله عنهم أجمعين بكربلاء. السادسة ليلى بنت مسعود بن خالد من بني تميم، ولدت له عبيد الله ابن علي وأبا بكر، وقيل أنهما قتل أيضا بكربلاء مع الحسين، وقيل غير ذلك والله أعلم. السابعة أم حبيب بنت ربيعة التغلبية، وقيل هي أم ولد من السبية، أيضا سباها خالد بن الوليد من بني تغلب والله أعلم، ولدت له عمر بن علي ورقية بنت علي. الثامنة أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي الصحابي رضي الله عنه، ولدت له أم الحسن ورملة الكبرى. التاسعة ابنة امرئ القيس الكلبية، ولدت له جارية وقيل لم تلد له فالله أعلم. كان لعلي رضي الله عنه أولاد كثر آخرون من أمهات شتى، فإنه مات عن 4 نسوة و19 سرية رضي الله عنه. فمن أولاده رضي الله عنه ممن لا يعرف أسماء أمهاتهم أم هانئ بنت علي وميمونة بنت علي وزينب الصغرى ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم جعفر وأم سلمة وجمانة ونفيسة. قال ابن جرير فجميع ولد علي 14 ذكرا و17 أنثى فالله أعلم. قال الوقدي وإنما كان النسل من 5، أي أبناء علي بعد ذلك الذين أنجبوا وتكاثرهم 5، وهم الحسن بن علي والحسين بن علي ومحمد ابن الحنفية والعباس ابن الكلابية وعمر ابن التغلبية رضي الله عنهم أجمعين. إذن هؤلاء 5 هم الذين عاش أبناؤهم بعد ذلك، وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعلم. المبحث الثالث إسلام علي رضي الله عنه. عن مجاهد بن جابر أبي الحجاج قال كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، جاعوا وافتقروا، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وكان من أيسر بني هاشم أي العباس: يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما طار من هذه الأزمة من القحط والجوع، فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله، آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا. قال فنكلهما عنه، أي نخفف عنه بأخذ هذين الولدين. فقال العباس نعم. قال فانطلق حتى أتي أبا طالب فقال له إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما أبو طالب إن تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. لماذا؟ لأن عقيل كان من أكبر أبنائه فيريد أن يساعده، ويقال أنه قال لهما إن تركتما لي عقيلا وطالبا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه، فلم يزل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيا، فاتبعه علي وآمن به وصدقه، ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه والله أعلم. يقول علي رضي الله عنه في قصة إسلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أو دعا بني عبد المطلب، قال فيهم رهط كلهم يأكل الجزعة، أي الواحد منهم فقط يأكل الجزعة من الضأن. قال ويشرب الفرق، أي يشرب من الإناء الكبير. قال فصنع لهم مدا من طعام، كل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم مد من الطعام. قال فأكلوا حتى شبعوا، أي أن كل هؤلاء الرهط الواحد فيهم فقط يأكل جزعة من الضأن، فإذا بهم جميعا يأكلون مدا من طعام. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس، ثم دعا بغمر بإناء صغير فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم يمس. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم آية، فقال يا بني عبد المطلب إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال علي فلم يقم إليه أحد. قال فقمت إليه وكنت أصغر القوم، فقال له النبي اجلس، فقال 3 مرات، أي النبي صلى الله عليه وسلم يناشد أبناء عمومته وأعمامه وغيرهم من بني عبد المطلب، قال 3 مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس،
حتى كان الثالثة فضرب بيده على يدي رضي الله عن علي، فأسلم علي صغيرا، قيل أسلم علي وهو ابن 8 سنين فالله أعلم. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي رضي الله عنه يوم بدر وهو ابن 20 سنة. يقول الذهبي: وهذا نص في أنه أسلم وله أقل من 10 سنين. قال: بل نص من أنه أسلم ابن 7 سنين أو 8 سنين، وهو قول عروة. قلت: هذا وهم من الذهبي رحمه الله، لأن بدرا كانت بعد البعثة بما يقرب من 15 سنة على الصحيح، فلو شهدها علي وهو ابن 20 سنة فيكون عمره عند المبعث أقل من 6 سنين تقريبا، 5 سنوات والله أعلم. يقول الإمام أحمد: ووقعة بدر كانت بعدما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بسنة ونصف سنة. قال: اختلفوا في قدر مقامه بمكة بعدما بعث، فقيل 10 وقيل 13 وقيل 15 سنة. فإن كان 10 وصح أن عليا كان ابن 20 سنة يوم بدر، فقال: فيكون سنه يوم أسلم إلى قريب مما قال عروة ابن الزبير، أي أنه أسلم وهو ابن 7 سنين أو 8 سنين. قال: وإن كان 13 أو 15 فإلى أقل من ذلك، أي أن عليا رضي الله عنه أسلم وله أقل من ذلك. الحافظ ابن حجر يقول: ولد قبل البعثة 10 سنين على الراجح، أي أن علي رضي الله عنه أسلم وهو عمره 10 سنوات، إذن شهد بدرا وعمره يزيد عن 20 سنة لا شك والله أعلم. المهم أن علي رضي الله عنه إجماعا أسلم قبل أن يبلغ رضي الله عنه والله أعلم. المبحث الرابع من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي رضي الله عنه كما قال الحافظ في الفتح، قال الإمام أحمد وإسماعيل القاضي والإمام النسائي وأبو علي النيسابوري، قال: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي رضي الله عنه. قال الحافظ: وكأن السبب في ذلك أنه تأخر، أي عاش طويلا بعد الصحابة الثلاثة الأوائل بعد أبي بكر وعمر وعثمان. قال: ووقع الاختلاف في زمانه وخروج من خرج عليه، فكان ذلك سببا لانتشار مناقبه من كثرة ما كان من الصحابة ردا على من خالفه، فكان الناس طائفتين. قال: لكن المبتدعة قليلة جدا. ثم كان من أمر علي ما كان، فنجمت طائفة أخرى حاربوه، ثم اشتد الخطب فتنقصوه، واتخذوا لعنه على المنابر سنة، ووافقهم الخوارج على بغضه وزادوا حتى كفروه رضي الله عنه، مضموما ذلك منهم إلى عثمان. فصار الناس في حق علي 3: أهل سنة والمبتدعة من الخوارج والمحاربين له من بني أمية وأتباعهم. فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله، فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف ذلك. قال الحافظ: وإلا فالذي في نفس الأمر أن لكل من الأربعة من الفضائل ما إذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلا، أي في فضل هؤلاء وترتيبهم والله أعلم. المطلب الأول في فضائل علي رضي الله عنه: الهجرة المباركة. علي رضي الله عنه يخادع المشركين ويؤدي الأمانات. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يتخلف بمكة حتى يؤدي الأمانات والودائع التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام علي 3 ليال وأيامها حتى أدى عن النبي صلى الله عليه وسلم الودائع، حتى إذا فرغ من أداء الأمانات لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. شرى علي نفسه، أي باع نفسه ولبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ونام مكانه، وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عليا وبرده ونام علي على فراشه. وقد ذكرنا أيضا ذلك بحول الله وقوته وفضله في كتاب الوافي في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولله الحمد والمنة. المطلب الثاني جهاده رضي الله عنه. جهاد علي معروف يوم بدر وأحد والأحزاب وخيبر وغيرها. قتل شيبة بن ربيعة في بدر، وعمر بن عبد ود يوم الأحزاب، ومرحبا اليهودي يوم خيبر، وغيرهم الكثير. كان اللواء بيده في كثير من المشاهد، وكان أميرا على بعض السرايا وانتصر فيها كلها رضي الله عنه. أولا في غزوة بدر، يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي رضي الله عنه وابن 20 سنة، وتكلمنا عن الخلاف في ذلك ولله الحمد والمنة. يقول ابن مسعود: كنا يوم بدر كل 3 على بعير، كان أبو لباب وعلي بن أبي طالب زميلي النبي صلى الله عليه وسلم، أي على بعيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي والأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل، رضي الله عن أبي بكر وعلي.
يقول علي رضي الله عنه: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، أي في قصة المبارزة يوم بدر، ونزلت فيهم هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث مع شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. علي رضي الله عنه قتل شيبة بن ربيعة وقتل حمزة عتبة، واختلف بين الوليد وبين أبي عبيدة أو عبيدة بن الحارث ضربتان، ثم قام حمزة وعلي فأجهز على الوليد وحمل أبا عبيدة أو عبيدة بن الحارث فاستشهد وهم في مرجعهم من بدر، ولله الحمد والمنة. ولما قمنا بإحصاء عدد المشركين الذين قتلهم علي رضي الله عنه أو شارك في قتلهم يوم بدر، وجدتهم أكثر من 20 مشركا كما ذكره ابن إسحاق في سيرته، والله أعلم. ثانيا، غزوة أحد. لم يفر علي رضي الله عنه يوم أحد. يقول علي: لما انجلى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد نظرت في القتلى، قال: فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: والله ما كان ليفر وما أراه في القتلى. قال: ولكن أرى الله غضب علينا بما صنعنا، أي بعدما تركوا أرض المعركة كما تكلمنا عن ذلك في غزوة أحد. قال: ولكن أرى غضب الله علينا بما صنعنا، فرفع نبيه صلى الله عليه وسلم، فما في خير من أن أقاتل حتى أقتل. قال: فكسرت جفن سيفي، أي المكان الذي يغمد فيه السيف، قال: كسرته، ثم حملت على القوم فأفرجوا لي، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه لفاطمة: هاك السيف حميدا، فإنها قد شفتني يوم أحد. قاتل رضي الله عنه حتى شفته ضربا وقتلا في المشركين يوم أحد رضي الله عنه. ثالثا، غزوة الأحزاب، وهي غزوة الخندق. في غزوة الخندق قتل علي رضي الله عنه عمرو ابن عبد ود. يقول ابن إسحاق: قال علي رضي الله عنه في ذلك كما قيل، وهو يقاتل ويقتل عمرو بن عبد ود: نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصوابي، فصددت حين تركته متجدلا كالجذع، أي كالحلوان المذبوح، كالجذع بين دكادك وروابي، أي في هذا المكان، لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. الله أعلم هل قالها علي أم قيلت في علي رضي الله عنه على لسانه، فالله أعلم. المهم أنه قتل عمرو بن عبد ود يوم الخندق. كذلك في صلح الحديبية، علي رضي الله عنه الذي كتب الصلح بيده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك قصة ذكرناها في كتاب الكون المبين، كما أيضا ذكرناها بالتفصيل في كتاب الوافي، ولله الحمد والمنة. كذلك في غزوة خيبر، أسد خيبر علي رضي الله عنه. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه: دخل حديث بعضهم في بعض، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لو أعطين هذه الراية، أي راية النبي صلى الله عليه وسلم، غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم، كلهم يريد أن يعطاها، أيهم يعطاها؟ فقال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، أي أن أخذ الراية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فلما أصبح الناس قدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه، أصابه رمض في عينيه. فقال: أرسلوا إليه. فأتي به، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم من ريقه من فمه الشريف في عيني علي رضي الله عنه، ودعا له فبرأ حتى كأنه لم يكن به وجع. قال علي: ما رمت ولا صدعت منذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي وتفل في عيني يوم خيبر. وقال صلى الله عليه وسلم عن علي أيضا بعدما تفل في وجهه ودعا له، قال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال علي: فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. فكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، أي هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه الراية وقال له: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال: فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي قال له: لا تلتفت، فلم يلتفت هكذا. قال: فصرخ وهو لم يلتفت: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ أي في خيبر. قال علي: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
تنفذ على رزقك أي تمهل حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أي هذه الجمال الجميلة غالية الثمن. قال: ففتح الله على يديه. وقد تكلمنا عن جهاد علي رضي الله عنه بشيء من الاختصار، سواء في صلح الحديبية، في عمرة القضاء، في فتح مكة، في غزوة حنين. تكلمنا عن هذه الغزوات بشيء من التفصيل في كتاب الوافي بشرح الخلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبوية، فليرجع إليه. فلله الحمد والمنة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المطلب الثالث: فضائل أخرى كثيرة لعلي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه: الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أننا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب عليا، ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب المؤمنين جميعا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اجمعنا بهم مع نبيك صلى الله عليه وسلم ووالدينا في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. وقاتل الله الروافض الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسبونهم، وقاتل الله هؤلاء النواصب الذين يبغضون عليا وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة قالت: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. يقول أبو عبد الله الجدلي: قال: دخلت على أم سلمة قال فقالت لي: أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم؟ قلت: معاذ الله، أو قلت: سبحان الله، كيف يسب فينا؟ قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سب عليا فقد سبني. كذلك عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج، فلم يقل عندي، أي وقت الظهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: انظر أين هو. قال: فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى علي وهو مضجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه التراب، أي التراب الذي يكون في الجو في الصحراء من الرمال وغير ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عنه التراب ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لا أبو تراب، وإن كان لا يفرح أن يدعى بها وما سماه بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سعد بن أبي وقاص قال: أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب، أي عليا؟ فقال سعد يريد أن يبين فضله لمعاوية، قال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، أي هذه الجمال عظيمة الثمن. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، وقد خلفه في بعض مغازيه غزوة تبوك، فقال له علي: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة بعدي؟ قال: وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولن لها، أي سعد وكل الصحابة، قال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمدة كما مر معنا، أصابه مرض في عينه فبصق في عينيه ودفع إليه الراية ففتح الله عليه. قال سعد: ولما نزلت هذه الآية فقل: تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. في رواية زاد سعد قال: وقال النبي: من كنت مولاه فعلي مولاه. وعن علي قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نائم على المنام، أي في مكان، قال: فاستسقى الحسن أو الحسين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة لنا بكي فحلبها فضرت، أي أراد الحسن أو الحسين أن يشرب لبنا،
فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاه قليلة اللبن فحلبها فضرت فنزل منها لبن كثير، فجاء الحسن فنحاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فاطمة يا رسول الله كأنه أحبهما إليك، قال لا ولكنه استسقى قبله، أي النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للذي استسقى أولا، ثم قال لفاطمة إني وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة. الله، النبي صلى الله عليه وسلم معه فاطمة معه علي معه الحسن والحسين في مكان واحد في الفردوس الأعلى يوم القيامة. اللهم اجمعنا بهما والدينا والمسلمين، اللهم أمين. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جلل النبي صلى الله عليه وسلم أي بردائه على الحسن والحسين وعلي وفاطمة بهذا الرداء أو الكساء. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة أمنا وأنا معهم يا رسول الله، قال إنك إلى خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كذلك قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. وعن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، أي تسمع من الاثنين، لا يجوز أن نسمع من واحد فقط. قال فما زلت قاضيا، قال وما شككت في قضاء بعد، رضي الله عن علي. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. كذلك زيد بن أرقم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين الراوي عنه ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل، أي عقيل بن أبي طالب، وآل جعفر وآل عباس. فقال حسين كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. وعن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع ونزل غدير خم، أي مكان يسمى خم، أمر بدوحات فكممنا، أي تحت شجرة عظيمة أو شجر عظيم، فتم الكنس تحت هذه الشجرة. قال ثم قال كأني قد دعيت فأجبت، أي هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. ثم قال إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال من كنت وليه فهذا وليه، اللهم والي من ولاه وعاد من عداه. إذن شرف كبير لعلي رضي الله عنه أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم اللهم والي من ولاه وعاد من عداه. كذلك قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني وأنا منك. كذلك قال عمران بن حصين قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب فمضى في السرية فأصاب جارية، أي أصاب جارية من هذه السرية، قال فأنكروا عليه. قال وتعاقد أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما صنع علي. وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم. قال فلما قدمت السرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الأربعة فقال يا رسول الله ألم ترى إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟ قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام الثالث فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام الرابع فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يعرف في وجهه الغضب، قال ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي، رضي الله عن علي. ما هذا الشرف
يا أبا الحسن رضي الله عنك وعن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عمرو بن شائس الأسلمي: خرجت مع علي إلى اليمن فجافني في سفري أي حدث خلاف بينهما، قال: حتى وجدت في نفسي عليه أي غضب منه وحزن منه، قال: فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت المسجد ذات غداة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في أناس من أصحابه، قال: فلما رآني أبدني عينيه يقول أي حدد إلي النظر، قال: حتى إذا جلست قال: يا عمرو والله لقد آذيتني، قال: فقلت: أعوذ بالله أن أوذيك يا رسول الله، أعوذ بالله أن أوذيك يا رسول الله، قال: بلى، من آذى عليا فقد أذاني. كذلك في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان، أي سلمان الفارسي رضي الله عنهم. يقول أيضا أبو سعيد الخدري: اشتكى علي للناس، أي أن الناس اشتكوا عليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أيها الناس لا تشكوا عليا، فوالله إنه لو خيشن في ذات الله أو قال في سبيل الله، أي ربما وجدتم منه شدة، إنما هذه الشدة في سبيل الله رضي الله عن علي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: يا علي، إن لك كنزا من الجنة، وإنك لذو قرنيها إلى الجنة، فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. كذلك قال أبو سعيد الخدري: كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه فقال، فقمنا معه فانقطعت نعله، قال: فتخلف علي يخصفها، يخصف النعل أي يضبطها ويصلحها، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم ومضينا معه، ثم قام ينتظره وقمنا معه، فقال: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت، أي أنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاتلت على تنزيله، قال: فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال: لا، ولكنه خاصف النعل، فجئنا إلى علي نبشره، قال: وكأنه كان قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه: كنت شاكيا فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: فأعاد عليه ما قال، فضربه النبي برجله وقال: اللهم اشفه، اللهم عافه، قال: ثم قال له النبي: قم، قال: فقمت فما أعاد لي ذلك الوجع بعده، رضي الله عن علي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليك، ورضي الله عن علي وآل بيتك وأصحابك أجمعين. يقول علي رضي الله عنه في قصة وفاة أبي طالب عمه، أي عم النبي صلى الله عليه وسلم ووالد علي، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواري أباك، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، قال: فذهبت فواريته، فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعوات كأن النبي يطيب خاطره، قال: ما أحب أن لي بهن ما عرض من شيء، أي من كل الدنيا. كذلك يقول سعد بن عبيدة: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان، قال: فذكر عن محاسن عمله، قال: لعل ذاك يسوءك، أي هكذا يقوله ابن عمر، يبدو أن الرجل كان من الخوارج الذين كفروا عثمان وكفروا عليا، فقال الرجل: نعم، فقال ابن عمر: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله، ثم قال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم قال له: لعل ذاك يسوء، قال: أجل، قال: فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد علي جهدك. كذلك يقول ابن عمر: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: رسول الله خير الناس، ثم أبو بكر، ثم عمر، قال: ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وولدت له، قال: سد الأبواب إلا بابه في المسجد، أي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب لعلي وباب لأبي بكر على الصحيح والله أعلم، قال: وأعطاه الراية يوم خيبر. يقول عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، أي كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه ودعا له. كذلك يقول ابن عباس: إذا حدثنا ثقة عن علي بفتية لا نعدوها، أي إن عليا كان من أفقه الناس رضي الله عنه. بحث الخامس: مواقف من حياته رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في هذا المبحث بعض المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم.
عن علي رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه معجزة وآية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني يمشي بأبي هو وأمي ومعه علي رضي الله عنه، فلا يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم جبل ولا شجر إلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله. كذلك في قصة تحريم الخمر يقول علي رضي الله عنه: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا، أي إلى هذا الطعام، قال: وسقانا من الخمر، أي قبل تحريم الخمر، قال: فأخذت الخمر منا أي سكروا، وحضرت الصلاة، قال: فقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قال: ونحن نعبد ما تعبدون. إذن أخذ علي رضي الله عنه يقول كلاما يوافق كلام المشركين وهو لا يدري ما يقول، قال: فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كذلك في قصة حديث الإفك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا كما استشار بعض أصحابه، فقال له علي: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق، أي سل بريرة. بعض هؤلاء الشيعة قبحهم الله والروافض يقولون أن علي رضي الله عنه كان يعني يقول أن عائشة وقعت في الحرام أو الفاحشة، هذا كذب وضلال. لو وقع علي رضي الله عنه في عرض عائشة لأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد كما أقامه على حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أقامه على حمنة وعلى مصطح ابن أثاثة. وإنما علي رضي الله عنه ما كان له أبدا أن يقع في عرض أم المؤمنين، وإنما راعى جناب وحال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأل الوليد بن عبد الملك الزهري رحمه الله الإمام العلم قال: أبلغك أن عليا كان في من قذف عائشة؟ فقال: قلت لا، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك، قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث، قال أن عائشة رضي الله عنها قالت لهما: كان علي مسلما في شأنها، قال: فراجعوه فلم يرجع. العلماء قالوا في قوله كان علي مسلما في شأنها أي كان ساكتا في شأنها وهي تقتضي تسليمه لذلك، وفي رواية كما قال العلماء بفتح اللام أي كان علي مسلما في شأنها. وهذه الرواية عكس الأولى، فإن علي رضي الله عنه بفتح اللام مسلما في شأنها أي كان يبرئها، وفي لفظ كان مسيئا في شأنها. ومعنى أنه كان مسيئا إن صح هذا اللفظ أنه لم يبرئ عائشة رضي الله عنها كما برأها أسامة، وقلنا أن علي رضي الله عنه راعى حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال له: يا رسول الله، إن شككت في أمر زوجة من زوجاتك فطلق هذه الزوجة وتزوج غيرها. المهم أن علي رضي الله عنه لو كان وقع في عرض أم المؤمنين لما حابه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقام عليه الحد، والله أعلم. كذلك من المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الناس في الكلام على ماريا أم إبراهيم عليه السلام، وهي ماريا القبطية سرية النبي صلى الله عليه وسلم وأم ولده إبراهيم، قالوا أن ابن عم لها كان يزورها ويختلف إليها، فشك الناس فيه لماذا يذهب إليها في غياب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: يا علي، خذ هذا السيف فانطلق، فإن وجدته عندها فاقتله. قال: قلت: يا رسول الله، أكون في أمرك إذ أرسلتني كالسكة المحمى لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به، أي أذهب إليه فأقتله مباشرة، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أي أتيقن وأنظر في الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. قال: فأقبلت متوشح السيف فوجدته عندها. قال: فاخترطت السيف، أي رفعه، فلما رآني أقبلت نحوه فهم الرجل. قال: تخوف أنني أريده. قال: فأتى نخلة، أي نخلة شجرة، قال: فرق إليها، أي ارتفع على هذه النخلة، ثم رمى بنفسه على قفا، أي نزل برأسه إلى الأسفل، فإذا به أجب، أي مقطوع العضو الذكري، أي ليس له في أمر النساء شيء، ما له قليل ولا كثير. قال: فغمدت سيفي، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، أي أن الرجل ليس له أي شيء في النساء. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت.
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا رضي الله عنه إلى الحج بعدما أرسل أبا بكر أميرا على الناس في الحج في السنة 9 من بعد الهجرة قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا ثم أردفه عليا. لماذا؟ قال ابن عباس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات ثم أتبعه عليا. قال: فبين أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سمع صوت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي القصواء، فخرج أبو بكر فزعا فظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو علي، فدفع علي إلى أبي بكر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة براءة، وأمر عليا أن ينادي بهؤلاء الكلمات، فانطلق فحج معا، فقام علي أيام التشريق فنادى: ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك، فسيحوا في الأرض، أي لكل هؤلاء المشركين في جزيرة العرب، فسيحوا في الأرض 4 أشهر ولا يحجن بعد العام مشرك. قال: ولا يطوفن بالبيت عريان. كنا في أول الكلام عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المشركين وكيف كان يطوف كثير منهم عريانا لأنه ليس من أهل مكة. قال: ولا يطوفن بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. قال: وكان علي ينادي فإذا عيا، أي مرض وأرهق، كان أبو بكر ينادي بها. قال علي: بعثت بأربع ألا يطوف بالبيت عريان، هذه الأولى. ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، أي إلى مدة انتهاء هذا العهد. ومن لم يكن له عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فله أجل إلى 4 أشهر ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قال: ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، أي في مكة. في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان علي آخر الرجال عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو آخر من دخل عليه من الرجال وتكلم معه رضي الله عنه. كذلك علي رضي الله عنه من غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه، فكان العباس والفضل وكثم ابن العباس يقلبون النبي صلى الله عليه وسلم مع علي، وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه يصبان الماء، وجعل علي يغسله، وشهده أوس ابن خولي الأنصاري كما تكلمنا عن ذلك في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الوافي بشرح الخلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبوية، ولله الحمد والمنة. كذلك من ولي دفنه وإجنانه علي والعباس والفضل وكثم ابن العباس وأسامة بن زيد وشكران مولاه، وأدخلوا معهم عبد الرحمن ابن عوف وأوس ابن خولي الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. المبحث السادس: مواقف من حياته رضي الله عنه. علي رضي الله عنه له مواقف كثيرة. عن سعيد بن المسيب قال: جمع عمر الناس فسألهم عن أي يوم يكتب التاريخ لما أراد أن يؤرخ التاريخ. قال: فقال علي رضي الله عنه: من يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أرض الشرك، ففعله عمر رضي الله عنهما. كذلك علي رضي الله عنه كان يستشيره عمر ويأخذ بكلامه لا شك. فأتي عمر يوما بمجنونة قد زنت، امرأة مجنونة فقدت عقلها قد زنت، فاستشار عمر أناسا فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بهذه الجارية على علي يريدون أن يرجموها، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: ارجعوا بها. ثم أته فقال علي: يا أمير المؤمنين، أما علمت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن القلم قد رفع عن 3: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل، أما علمت بهذا؟ قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم وهي امرأة مجنونة ليس عليها حساب؟ فأرسلها عمر وجعل يكبر يقول: الله أكبر الله أكبر. فرح عمر أن الله أنقذ هذه الجارية وأنقذه أيضا من هذا الخطأ بعلم علي رضي الله عنه وعن عمر وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي وهو أمير المؤمنين لأبي الهياج الأسدي: قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، هؤلاء الذين يصنعون التماثيل والأصنام،
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأمر علي أبا الهياج بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هؤلاء الذين يصنعون القبور دور واثنين وثلاث، كل هذا باطل والله أعلم. علي رضي الله عنه هو الخليفة يقول: لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان، قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يضعها بين يدي الناس. انظروا إلى زهده الذي تعلمه من ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مواقف وغيرها الكثير قد ذكرناها في كتاب القول المبين، ولله الحمد والمنة. هذا شيء قليل من فضل علي رضي الله عنه ومن التعريف به وبزوجاته، وعلى رأسهن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن إسلامه رضي الله عنه. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نكمل الكلام عن رابع الخلفاء الراشدين وعن رابع العشرة المبشرين بالجنة، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، أنت حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.